فيروس كورونا اللي بتطول اساطير على المستوى على مستوى كره القدم في الرياضه عامه. تعرض طبعا اسطوره الفورمولا 1 يعني الانجليزي لويس هامبتون للاصابه بفيروس كورونا. يبدو انه زي ما بقول لحضراتكم فيروس كورونا عارف طريقه لاساطير الرياضه العالميه بشكل كبير جدا. اصابه هامبتون طبعا ضمن قائمه كبيره جدا من اساطير الرياضه، منهم العداء طبعا بولتو، وكمان اسطوره التنس نوفاك، و لاعبي طبعا كره القدم اللي احنا كنا عارفين اصابه كان في فترات سابقه رونالدو ونيمار وابراهيموفيتش. ويعني ده يعني ان شاء الله كل الناس تبقى سليمه، ويا رب ان شاء الله يعني خلال الست شهور الجايين يعني تنتهي هذه الجائحه بشكل كبير. طيب نرجع كمان ونروح لتونس للدكتور جمال محمد علي، طبعا يعني نائب رئيس اللجنه الخماسيه المتواجد دلوقتي في تونس ورئيس البعثة معانا على التليفون. مساء الخير يا دكتور جمال. مساء الخير يا كابتن هاني. ازاي حضرتك؟ على كل المشاهدين. الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله كابتن هاني. الحمد لله. حضرتك من خلال يومين اللي فاتوا تواجدت بشكل رسمي هناك مع بعثة منتخبنا القومي في تونس، عايزين نطمن من حضرتك ايه الأخبار دلوقتي؟ يعني حالات الكورونا والمسحة وصلت لفين؟ الولاد اللي إن شاء الله هيوصلوا، وحالة الفريق بصفة عامة دلوقتي حالا شكلها عامل ازاي؟ هو كابتن هاني يعني الحمد لله الحالة المعنوية عالية جدا سواء عند المصابين او غير المصابين، الحالة مرتفعة جدا، وخصوصا بعد ما تم دراسة الموقف وبعد ما عملنا المسحة اللي اتعملت امبارح لكل الفريق واثبتت ان هو ال 14 واحد هم اللي حالتهم بس عندهم كورونا، يعني ما فيش زيادة. وبعد دراسه الروح المعنويه العاليه والاقتناع الكامل مننا كلنا ان اللعيبه عندها اصرار كبير جدا وانتماء وطني شديد جدا ان هم يمثلوا بلدهم ويرفعوا اسم مصر وان هم يشاركوا ويحققوا اهدافهم واحلامهم في اول بطوله رسميه بيلعبوها، واتخذنا القرار في ضوء المشاورات العديده مع وزاره الشباب والرياضه ومع قيادات المصريين والاستاذ عمرو الجنايني ان احنا نستمر الفريق ونبعت نجيب الاثنين اللعيبه الثانيين عشان نكمل ال 16. الاثنين اللعيبه النهارده الاستاذ وليد العطار والاستاذ عمرو الجناني خلصوا لهم كل الاجراءات المرتبطه بعمليه السفر، والمسحه اتعملت والحمد لله طلعت سلبيه، وتم حجز تذكره الطيران غدا 8 صباحا 8 وثلث بالظبط الاقلاع، والوصول لتونس تقريبا على الساعه 10 10 ونص ان شاء الله. رتبنا سيارة هتروح لهم المطار هتاخدهم مباشرة بعد ما رتبت مع الدكتور الزفار اللي هو المسؤول الطبي اللي على البطولة من الكاس انه هتاخدهم مباشرة على المختبر، بحيث لازم تتعمل مسحة ثانية رغم ان هي معمولة لسه في مصر، ولكن اكد عليا انه اللائحة بتقول انه لازم تتعمل مسحة في تونس، فهيعملوا المسحة هناك ويعملوا أشعة مقطعية على الصدر وعلى القلب، وان شاء الله تكون المسحه سلبيه زي ما حصلت في مصر بحيث انضموا لل 14 لاعب. في نفس الوقت برضه هتتعمل اللعيبه هنشوف يومين وتحولت عينتهم من ايجابيه لسلبيه. هو النهارده حضرتك حصل في مسحه الكاف، لان دايما المسحه بتبقى 48 ساعه قبل المباراه، فالمسحه اتعملت للنهارده على امل ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه، اعتقد خلال الساعات اللي جايه هيبان اذا كان ان شاء الله في تحول من ايجابي لسلبي. يا رب ان شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت هي في خلال 48 ساعه مش قبل 48 ساعه، يعني ممكن تقل عن 48 ساعه. انا حبيت اطمئن من الجانب ده، لان كان في تخوف ربما الاثنين اللعيبه بعد ما يجوا لا ده كده انتوا المسحه كانت لازم تتعمل من امبارح مش هتتعمل دلوقتي، فقالوا لا في خلال 48 ساعه، المهم قبل المباراه. ما تزيدش عن 48 ساعة، احنا عملنا المسحة زي ما قلت لحضرتك امبارح لكل أعضاء البعثة واطمئنين على كل الناس. النهاردة عملنا فعلا الساعة 10 صباحا بالظبط عملنا المسحة لكل الجهاز وكل اللاعبين في انتظار النتائج بتاعتها خلال ساعات أو صباح إن شاء الله، وربنا يسهل إن شاء الله وتكون كمان عدد من اللعيبه اللي كانوا مصابين يتم شفائهم ان شاء الله. يمكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا دلوقتي احنا رتبناها وفعلا نفذتها من دقائق معدوده، ان احنا كان في اتصال من الاستاذ عمرو الجنايني ومعالي الوزير باستدعاء الدكتور محمد ابو العلا ومعاونه او مساعده الاستاذ محمد محمود على اساس ان حضرتك يتواجدوا معانا في تونس. ده طبعا دكتور المنتخب الاول حضرتك. طبيب المنتخب الاول، لان هو كان انا شفت بنفسي خبرته العاليه في التعامل مع
موقف محمد صلاح وموقف محمد النني، والاستاذ عمرو الجنايني فعلا عمل اتصال بالدكتوره والعيله وخلصوا له كل الاجراءات ان شاء الله، بحيث ان هو يتواجد معانا. وخدنا القرار الثاني ان الفندق اللي احنا مقيمين فيه العاملين اللي فيه والموظفين واللي هم خدمات الغرف طبعا مش قادرين يتعاملوا مع الموقف بالاحترافيه مع ال 14 لاعب اللي في العزل. الفندق في تخوف احيانا، ما فيش النظافه الكامله التعقيم كامل. فانا طبعا مع اتصالي مع معالي السفير ايهاب فهمي انه في احد الفنادق الكبيره اللي نزل فيها منتخب مصر قبل كده ونزل فيها النادي الاهلي قبل كده ونادي الزمالك، من الدوله مجهزاه بشكل انه بشكل احترافي للعاملين والموظفين والقائمين فيه للتعامل مع حالات الكورونا. فاحنا عملنا الاتصالات وفعلا حجزنا ال 15 غرفه هناك، وحجزنا كمان للدكتور محمد، بحيث انه اللعيبه لسه انا وصلتهم حالا بباص مجهز برضه بتعقيم طبي، وصلنا لل 14 لاعب بعد ما اتناقشت معاهم ومع اللعيبه سواء السلام او للسنين، وانه احنا ده في صالحهم وده الجانب الصحي افضل ان هم يتواجدوا هناك ومعاهم الدكتور محمد ابو العلا. وحتى خدمات التغذيه والعلاج والحاجات دي تبقى على مستوى اعلى، وفعلا يعني توجهنا الى هناك حالا، والدكتور محمد ان شاء الله هينضم ليهم وهيجايب كمان معاه كم كبير من الادويه بحيث ان هو يتولى رعايتهم طبيا، بالاضافه طبعا في فرقه طبيه كامله هنا يعني عشان، لكن من الافضل طبعا نقلهم في مكان افضل لوحدهم يكون خدمه افضل شويه ويكون الدكتور محمد موجود معاهم. والدكتور محمد موجود معاهم، وفي نفس الوقت يبقى في برضه في تركيز للمجموعه زملائهم، ويمكن زملائهم عملوا لهم شبه ممر شرفي واقفين في الدور الثاني من احد الاماكن المطله على البحر والخروج، ويعني مشجعوهم وفي تسقيف وفي ترحاب ما بينهم وبين بعض، والروح المعنويه عاليه، ولا ده اللي بيخلينا بطمن كل اهلنا في مصر انه صحتهم يعني كويسه جدا وكلهم ما فيش اي اعراض عند اي حد الحمد لله. وحتى انا في الحديث بتاعهم لما معايا ومعاهم لما قررتهم كل واحد واقف قدام غرفته وانا واقف في بدايه الطرقه وبتكلم معاهم ان احنا هناخد الخطوات بتاعتنا كذا كذا، وطبعا لابد ان هم يفهموا السبب ان هم نروح مكان ثاني. فطبعا حدث حوار كلهم قالوا يا دكتور احنا ما فيناش حاجه، احنا عايزين نشارك عايزين نلعب. استاذ جمال يعني اتفضل. هو ما كانش ينفع انه اجراء انتقال اللعيبه لفندق اخر من البدايه يتم بدل ما الخمس منتخبات يتم، يعني كانوا موجودين في اوتيل واحد المفروض. اقول لحضرتك هم كنا طبعا لما حدثت ظهور النتائج الايجابيه الكثيره جدا وكان بيتم دراسه العوده، وبالتالي كانت العوده المفترض ان احنا لو فعلا اتخذ قرار العوده كنا هنمشي النهارده الساعه 8 صباحا. الساعه 8 صباحا ظهرت امس حضرتك، ولما خدنا قرار ان احنا قرار الاول امس ان احنا هنمشي، فهنا اتعمل دور كامل. الدور الكامل ده كان اوريدي ما فيهوش غير اللعيبه الطبيب، واللعيبه اللي كانوا سلام انتقلوا لادوار اخرى. أيوة. ولكن الخدمات اللي هي الفندقيه ما كانتش مناسبه بالشكل اللي انا يريحني انه ابني موجود، اللي بيقدم له الاكل مش محترف، اللي بيعمل له الخدمات النظافه مش محترف. يعني كان في استسهال في الاجراءات الوقائيه يا استاذ جمال؟ نعم. يعني كان في استسهال في تطبيق الاجراءات الوقائيه؟ لا مش استسهال حضرتك، ما فيش احترافيه اللي موجودين مش متخصصين، لكن الفندق الثاني مجهز مخصص لمثل الاستقبال دلوقتي. بس الناس تبقى فاهمه، هو دلوقتي اللي اتنقل للفندق الخاص دوت هم ال 14 لاعب اللي ظهر عليهم الاثار او ايجابيه العينه، فده راحوا، ودلوقتي في موجود 14 لعيب ده مقيمين في نفس فندق الاقامه اللي من اول ما وصلوا لتونس، يعني اللي هم الجهاز وال 14 لعيبه اللي مسحتهم سلبيه موجودين في نفس الفندق اللي موجوده فيه كل البعثات. تمام. اللي فيه كل البعثات ال 14 بالاضافه الى العدد برضو اللي ظهر من المنتخبات الاخرى.
كام؟ عايزين نعرف برضو يعني احنا كنا سامعين ان كان في حاله واحده بس من تونس، يعني حاله واحده في تونس وحالات اداريه يعني ما بين الاداريين، برضو راحوا انتقلوا لنفس الفندق حضرتك على اساس الفندق الثاني اكثر تجهيزا يعني. طيب كابتن ربيع ياسين كمان عايزين نطمن عليه سام، يعني لسه كابتن ربيع ياسين انا كان في حديث طويل بيني وبينه، كابتن ربيع ياسين الحمد لله اطمئننا تماما عليه، ما بيستخدمش اي اجهزه اكسجين، الاطباء طبعا كان كويس جدا عليه، وبرضه قالوا لو حابب يخرج فانا استشرته في عمليه خروجه ان هو يقعد في الفندق، وكابتن ربيع ياسين وافق برضه ان هو بدل ما يفضل موجود في المستشفى لا هيتواجد في نفس الفندق اللي هيكونوا فيه اللعيبه، بحيث ان هو يتم متابعته برضه من خلال الدكتور محمد ابو العلا والفريق الطبي اللي هو موجود في نفس الفندق، عندهم فريق طبي كامل بالاضافه الى الطبيب من عندنا الدكتور محمد هيكون موجود معاهم الكابتن ربيع في نفس المكان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، الله سلامتهم يعني اولا اكيد، وان شاء الله يحققوا نتيجه مرضيه ان شاء الله باكتمال العدد باذن الله، واحنا على امل ان شاء الله مع الاثنين الاولاد اللي هيسافروا بكره مع ان شاء الله يعني تحول من ايجابيه لسلبيه لبعض لعبتنا، ان شاء الله العدد يكتمل امام منتخب تونس اللي حضرتك اكيد ان شاء الله يكتمل، وان شاء الله كابتن هاني يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يوفق والمسحات كلها تطلع كمان يا رب ان شاء يعني الله، المسحات اللي بتاعت الاتحاد الافريقي النهارده تطلع مماثله للمسحات اللي احنا عملناها امبارح يعني ده ان شاء الله، يعني احنا الظروف دلوقتي ما فيش حاجة بتقدر تتوقعها بشكل أكيد 100% ده 100% طبعا، من الإدارات الطبية والحاجات الطبية دي والمعامل والنتائج، احنا بنبقى يعني قلقانين لغاية ما تظهر المسحة فنبدأ نطمئن يعني على خير ان شاء الله، على خير على أولادنا ان شاء الله ان شاء الله. وكابتن عبد الستار صبري أعتقد هو اللي هيقود الإدارة الفنية ان شاء الله أمام المنتخب التونسي، احنا عندنا حضرتك الجهاز الفني كابتن عبد الستار صبري وكابتن هشام عبد المنعم اللي هم المدربين العام اللي كان مع كابتن ربيع، هم بيتواصلوا معاه في كل شيء مرتبط بالتشكيل أو الفنيات، في نفس الوقت معاهم كابتن أحمد فاروق وكابتن مزيق مدرب حراس المرمى. النهارده عرفت ان انا اتواصل واجيب لهم المباراه بتاعت الجزائر وتونس اللي انتهت 1-1، جبت لهم فلاشه عليها المباراه هم اتفرجوا عليها فعلا يتفرجوا عليها بالفعل ويحللوها، وفي نفس الوقت يعني كانت في اجتماع فني من شويه مع اللاعبين مع اتخاذ كافه الاجراءات الصحيه في اثناء الاجتماعات واثناء الجلسات الفنيه، والنهارده اتعمل التمرين الرئيسي النهارده في ملعب الفرع ترادس وكان تمرين كويس جدا وان شاء الله يعني الفريق يعني معنويا عالي وربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نائب رئيس اللجنه الخماسيه من تونس الاستاذ جمال محمد علي شكرا جزيلا. العفو.